علمتني الحياة في ظل العقيدة أن إرضاء الناس غاية لا تدرك. نعم، إرضاء البشر ليس في الإمكان أبدا، لأن علمهم قاصر، ولأن عقولهم محدودة، يعتورهم الهوى ويعتورهم النقص، ويتفاوتون في الفهم والإدراك، فلا يمكن إرضاؤهم. فمن ترضي إذن أرضي الله جل وعلا وكفى. ها هو رجل يبني له بيتا، فيضع بابه جهة الشرق، فيمر عليه قوم فقالوا: هل لا وضعته جهة الغرب لكان أنسب؟ فيمر آخرون ويقولون: هل لا وضعته جهة الشمال لكان أجمل؟ ويمر آخرون فيقولون: لولا وضعته جهة الجنوب لكان أنسب. وكل له نظر، ولن ترضيهم جميعا فأرض الله وكفى. ها هو رجل وابنه، رجل وابنه ومعهما حمار، ركب الأب وترك الابن ومشيا، فمروا على قوم فقالوا: يا له من أب ليس فيه شفقة ولا رحمة، يركب ويترك هذا الابن المسكين يمشي وراءه. فما كان منه إلا أن نزل وأركب هذا الطفل ومشى. فمر على قوم آخرين فقالوا: يا له من ابن عاق يترك أباه يمشي وراء الدابة وهو يركب الدابة. فركب الاثنان على الدابة ومروا على قوم آخرين فقالوا: يا لهم من فجرة حملوها فوق طاقتها. فنزل الاثنان ومشوا وراء الدابة، فمروا على قوم قالوا: حمقى مغفلون، يسخر الله لهم هذه الدابة ثم يتركونها تمشي ويمشون وراءها. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. من ترضي أخي في الله أرض الله وكفى. من أرضى الله بسخط الناس رضي عليه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إرضاء رب الناس فهو الممكن سبحانه وبحمده، بل هو الواجب، لأن سبيل الله واحد، ولأن دينه واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل.